اولا بالتوفيق يا فندم. احنا شايفين استعدادات مهمه واعلام كتير وبوابات الكترونيه بره وتجديدات امنيه وعارفين ان يعني ايه حضرتك في كل اللمسات اللي موجوده دي. اولا طمنا ان شاء الله اليوم حلو هيطلع بكره مأمن كل حاجه الحمد لله. احنا جاهزين من يومين زي ما انا قلت. على فكره الاستعدادات مش اعلام وخلافه، لا استعدادات مرافق حلو، استعدادات غرف عمليات مفتوحه، استعدادات نقط طبيه مفتوحه، مستشفى شرم الشيخ جاهز واخدين تمامه مظبوط، الكهرباء 10 مولدات موجودين منتشرين في جميع ارجاء المدينه. عايز اقول لحضرتك يعني احنا اصبحنا والناس اللي موجودين معايا، مش هتكلم على نفسي انا، هتكلم على الكوادر اللي موجوده في مدينه شرم الشيخ، كوادر كلها، كوادر كلها تستطيع ان تدير اي مؤتمر عالمي. عشان كده انا بطالب عبر اليوم السابع ان تتبنى ان مدينه السلام العالميه هي مدينه المؤتمرات العالميه. حلو. وبنطالب العالم كله نيجي يعمل مؤتمرات هنا. بالنسبه للامن دي اكذوبه هم بيقولوها والناس بتسمعها، تحذيرات ومش تحذيرات، دي كلها اكذوبات اكاذيب، واحنا عارفين مين اللي وراها وايه وليه بتتقال دلوقتي، يعني عارفين الكلام ده كويس قوي. عشان كده احنا ما بنلتفتش وما بنبصش ورانا، احنا الخارجية برضه بترد بواضح، الخارجية بترد. احنا من ناسنا محترمه موجودين في اماكنهم واقفين على كل التفاصيل، كله محتل مكانه مظبوط، شرطه، جيش، جهاز تنفيذي. انا عايز اقول لك عامل النظافه هنا حاسس بمسؤوليه، بيطلع بيقوم بعمله بمنتهى الامانه والاخلاص حتى عامل النظافه. عايز اقول لك يعني احنا جاهزين ومستعدين وان احنا نعمل مؤتمر دلوقتي مش بكره. انت قلت لي اهم كلمه سمعتها دلوقتي انك تتمنى ان شرم الشيخ تكون سياحه مؤتمرات فعلا. بالزبط. ازاي ناخد الخطوه دي حقيقيه؟ يعني احنا بنحتضن هو مؤتمرات عالميه وعايزين بقى طبعا الرسائل دي توصل للعالم، عايزين طبعا الوفود اللي جايه دي، على فكره الوفود اللي جايين دول رسل اللي هيجي هنا وهيشوف المدينه دي ابلغ رساله، لابلغ رساله ان هو يوصل لبلده ويوصل لمجتمعه ان هو كان في مدينه نظيفه جميله ما فيهاش تلوث، حضر يومين او حضر ثلاث ايام فيها كانوا سعداء جدا، فيها نايت لايف، يعني هو مش متوقف على انه يحضر المؤتمر يروح ينام، لا هو يحضر المؤتمر ممكن يروح بمطاعم بره، ممكن يحضر اي احتفالات بره، ممكن يروح ضخمه عامل حفله وداعي فيها كل اعضاء البرلمان، حفله وجايب فيها الفنان العربي الاصيل صابر الرباعي والفنانه مروه ناجي النهارده في حفله كبيره كويس وهكذا. يعني عايز اقول لك دي كلها تشجيع للسياحه ودعايه للسياحه، والدعوه مفتوحه على فكره لكل الوفود اللي جايه. هي انا شايفك يا فندم واقف على التفاصيل، يعني في حاجات ما توقعش ان حضرتك تقف عليها. لا لا هات اليافطه دي هنا، هات اللوحه هنا، حتى التفاصيل الصغيره حضرتك بتحط ايدك فيها. ده نمط بقى احنا اتعودنا، انت اتعودت على كده من صغرك على فكره، ونقلناه لاولادنا اللي موجودين بيشتغلوا هنا. عشان كده بقول لك انا مش خايف على ان اي مؤتمر يعقد عندي هنا. انت عارف انا بقول ان عندنا مؤتمر الاسبوع الجاي وبسكت. السكرتير عامل لي شغل، رئيس المدينه اللي شغل، مكنه شغال، سيستم عمل ثابت بنسميه في الجيش بقى، تمر عمل ثابت. عارف 6 اكتوبر سكول الجمصي، وكل واحد عارف هيعمل ايه ومين هيركب ايه وبيتحرك الساعه كام ومين انا هنا كده، هذه المدينه كده. عشان كده المدينه دي هتظل باذن الله فيها اصول وفيها قواعد ثابته وراسخه وهتفضل كده وان شاء الله الى اعلى باستمرار. دي اهم صوره اعتقد من وجهه نظري في الثلاث سنين اللي فاتوا، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. على يمينه رئيس البرلمان العربي، على يساره رئيس البرلمان الافريقي، وبجواره الدكتور علي عبد العال، وفي الخلف نواب البرلمان الافريقي والعربي. ده انت بتتكلم على اهم صوره دبلوماسيه في افريقيا كلها، دلالتها ايه دي بقى؟ الصوره اكتملت تماما واصبحت مصر قوه في المنطقه ومركز ثقل، وبيجيها من جميع دول العالم مسؤولين كبار ثقة فيها وثقة في رئيسها وثقة في الأمن وثقة في الشعب بتاعها متواجدين على أرضنا وموجود. عشان كده الصورة هتطلع ناجحة بإذن الله وهينجح هذا المطار. سؤال أخير، بتنام كم ساعة في اليوم؟ لا بنام 6 ساعات. بالتوفيق، ونتمنى لكم التوفيق، احنا واقفين على كل التفاصيل الصراحة، انتوا عاملين حاجات هايلة. بالتوفيق يا فندم.